أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. الضرائب الجديدة لا تطاول الطبقات الوسطى وما دونها، هذا ما أكده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر عقده في السرايا الكبيرة. ولكن يا دولة رئيس الحكومة، من أين سيأتي تمويل سلسلة الرتب والرواتب وإن كانت بالتقسيط؟ وهل تلجؤون إلى الاقتراض لتغطية عجز الموازنة التي لم تقر بعد؟ وفي حال جرى إقرار مشروع موازنة عام 2013، فإن الضرائب التي تطاول تحديداً القطاع العقاري ستنعكس بشكل مباشر على الطبقات الوسطى وما دونها لجهة ارتفاع أسعار الشقق السكنية. هذا إذا لم نتكلم على الضريبة على فوائد الودائع المصرفية التي سترتفع من 5 إلى 8%، كما يظهر جدول المشروع. وهل سيكون في مقدورك يا دولة الرئيس تولي مهمة الضغط باتجاه تغريم أصحاب النفوذ ثمن تعدياتهم على الأملاك البحرية؟ والمفارقة تبقى أنه في زمن لا ينعم فيه الشعب اللبناني لا بكهرباء ولا بماء، يطلب رئيس الحكومة من هذا الشعب أن يشعر بالحكومة بدلا من أن تشعر الحكومة به. يبدو أن إسبانيا ستتخلى أخيراً عن عنادها وتطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي ترفضها منذ أشهر، وذلك في قمة يبحث فيها الأوروبيون في إقامة اتحاد مصرفي لمواجهة أزمة اليورو. لكن مدريد ستضع شروطاً لقبولها القرض الأوروبي، مستفيدة بذلك من التجربة المرة التي وقع فيها اليونان، إذ إن اقتراض أثينا بشروط صعبة وما تبعه من إجراءات تقشف دفع البلاد إلى حافة الإفلاس. وتظاهر محامو اليونان وأطباؤه ومهندسوه وصحفيوه رفضاً لتخفيض رواتبهم، وعطل الإضراب العام القطاعات كافة تزامناً مع انعقاد القمة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو، ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية جديدة. شهد المعدن الأصفر اليوم انخفاضات ملحوظة بسبب تراجع الطلب عالمياً. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: أيار 22 51 دولار و 68 سنت، أيار 21 49 دولار و 34 سنت، أما أيار 18 فوصل ل 42 دولار و 31 سنت. أونصة الذهب بلغت 1749 دولار و 26 سنت، وكيلو الذهب 56238 دولار و 71 سنت. ضبابية الوضع في منطقة اليورو انعكست على أسعار النفط عالمياً، فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنت لتصل إلى 113 دولار و 57 سنت للبرميل، وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف 92 دولار و 16 سنت للبرميل منخفضاً 20 سنت. هذا كل شيء، ملتقانا غداً في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.